أهلا وسهلا فيكم متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، وإليكم الآن النشرة الجوية الرئيسية. يوم الاثنين سادت معظم مناطق المملكة أجواء دافئة ولطيفة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الارتفاعات على درجات الحرارة بإذن الله حتى الأسبوع الحالي، وذلك بسبب اندفاع كتلة هوائية دافئة قادمة من الصحراء الإفريقية الكبرى. رح نستعرض وإياكم بالبداية صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لهذا اليوم، كما نلاحظ خلو معظم مناطق المملكة وسماء المملكة من السحب باستثناء مناطق الوسطى، إذ هناك سحب عالية ولكنها بدون أي فعالية. رح نستعرض وإياكم خرائط توزيع الحرارة في مختلف مناطق المملكة. مثل ما نلاحظ يوم الاثنين درجات حرارة مرتفعة، ولكن في المناطق طبعا الجنوبية الغربية والمناطق الغربية هناك درجات حرارة عالية. يوم الثلاثاء أيضا ترتفع درجات الحرارة وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع، لتصبح شديدة الحرارة في مناطق الغربية مدينة منورة ومكة المكرمة، نلاحظ هناك هذا اللون يدل على درجات حرارة عالية جدا. وطبعا راح تستمر درجات الحرارة في الارتفاع حتى يوم الأربعاء. نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، غالبا صافي بتسجل 19 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 38% وسرعة الرياح 18 كيلومتر في الساعة تكون معتدلة. رح نستعرض معاكم درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله لثلاث أيام القادمين يوم الثلاثاء، 31 درجة مئوية في العاصمة الرياض، وبتنزل بالليل 22 درجة مئوية، أيضا الأربعاء ترتفع درجات الحرارة لتصبح 33 درجة مئوية نهارا، بالليل تنزل ل 24 درجة مئوية. يوم الخميس أجواء صافية ومشمسة، 35 درجة مئوية نهارا، وبالليل تنزل 26 درجة مئوية وتكون الأجواء صافية حتى في ساعات الليل. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة، تابعونا في تفاصيل نشراتنا القادمة بإذن الله، وإلى اللقاء.